خلطت الأوراق السياسية في العراق مؤخرا مع انتهاء المدة الدستورية لتسمية شخصية من قبل رئيس الجمهورية مهمتها تشكيل الحكومة المقبلة، والآن رمى الرئيس الكرة في ملعب البرلمان طالبا منه تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، ومدد المهلة حتى الخميس المقبل. الطبقة السياسية اعتادت الحقيقة على تجاوز المدد الدستورية، هذه ليست أول مرة يتم خرق الدستور بهذه الطريقة وتجاوز المدد الدستورية. هناك من يذهب إلى أن الهدف من هذا الأمر هو كسب الوقت لإجراء تفاهمات سياسية تمكن الجميع من التوافق على شخصية رئيس الحكومة المقبلة، وسط توقعات بأن يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء مؤقتا في حال انتهاء المدة الدستورية. أعتقد أنهم لم يتوصلوا إلى رئيس وزراء حتى ولو في اللحظات الأخيرة، وسينتهي الأمر بنا إلى المادة 81 بتكليف رئيس الجمهورية بإدارة الحكم في العراق. ومن المتوقع أن يستغرق تحديد اسم الكتلة البرلمانية الأكبر وقتا في النقاشات، إذ لم يحدد ذلك البرلمان العراقي بعد بسبب اختلاف شكل التحالفات السياسية مؤخرا. يرى مراقبون أن طلب رئيس الجمهورية تسمية الكتلة الأكبر لتحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل والتفاف على مطالب المتظاهرين الذين يريدون رئيسا للوزراء من داخل رحم التظاهرات وخارج المنظومة السياسية الحالية. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.